مرحبا او السلام عليكم. انا ساره، معالج وممارس ايرفيدا. الايرفيدا نظام طبي تقليدي من الهند بقاله 5000 سنه. الايرفيدا علم قائم بذاته وله بروتوكولات علميه بنطبقها وبنعالج بيها. الايرفيدا اساسه ان احنا نتناغم مع حكمه الطبيعه، وان كل حاجه ملموسه او غير ملموسه تتكون من الخمس عناصر الطبيعة، اللي هم الأرض، المية، النار، الهواء والأثير. فبنعالج بالخمس عناصر دي، لأن كل حاجة في جسم الإنسان وكذلك في الطبيعة إذا تأملناها موجودة من الخمس عناصر دي. طيب إحنا بنعالج إيه في الآيرفيدا؟ في الآيرفيدا أي حاجة من مشاكل هرمونية أو مشاكل الجهاز الهضمي، إذا عندك أو عندك، خلينا نبتدأ بالسيدات، مشاكل في الهرمونات، مشاكل تكيسات المبايض، مشاكل في الغدة الدرقية، مشاكل في الوزن، مشاكل الهضم عموماً للذكور والإناث طبعاً، مشاكل الإمساك، حرقة المعدة، وكذلك مشاكل كمان هرمونية للذكور، نقدر نساعدكم فيها باللغة اللي تريحكم، بالعربي، بالإنجليزي، كمان بالهندي، وتكون الحلول تجيلكم لحد باب بيتكم. أتمنى أن يكون أفدتكم وشكراً لكم.